آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة ومناطق أخرى في الشرق الأوسط كانت محط بحث أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة أدان فيها الأعضاء الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين في غزة وتصعيده لأعمال العنف الأخيرة. تصعيد أعرب المنسق الخاص لعملية السلام إلى الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف عن مخاوفه الكبيرة بشأنه، والذي قد يؤدي إلى نشوب صراع جديد في المنطقة حسب قوله. شاهدنا خلال الشهر الماضي أسوأ حالات التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عام 2014، فقتل 19 فلسطيني بينهم 7 أطفال قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي أثناء المظاهرات في غزة، وجرح الآلاف أثناء الاحتجاجات، وقد قتل جندي إسرائيلي وجرح 5 إسرائيليين بينهم جندي. تبرهن إسرائيل في كل يوم من خلال الاعتداءات التي تمارسها على أنها دولة تتعالى على القانون، إذ تواصل استهدافها للمدنيين وأعمال القتل التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وهو ما يجعل الحاجة إلى فرض حماية دولية للشعب الفلسطيني أمرا ضروريا بحسب سفير المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة معالي عبد الله المعلمي. فإسرائيل لم تكتفي بالحصار والتجويع وبناء الحواجز وجدران الفصل العنصري، بل أطلت علينا مؤخرا بقانون عنصري بغيض هو قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، ممهدة السبيل بذلك إلى ممارسات التطهير العرقي داخل إسرائيل والأرض المحتلة، الأمر الذي يجعل الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون إلى الحماية الدولية التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها الأخير. قضايا عدة في الشرق الأوسط تناولها سفير المملكة في كلمته خلال هذه الجلسة، منها الأزمة السورية والتي أكد على ضرورة إيقاف المأساة التي يتعرض لها الشعب السوري وضرورة انتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما تطرق إلى الأزمة اليمنية مؤكدا أن ميليشيات الحوثي المدعومة من نظام طهران تضرب عرض الحائط بكل المبادرات السياسية للوصول إلى حل ينهي معاناة الشعب اليمني. إن استمرار سيطرة الحوثيين على أجزاء من اليمن هو الذي يهدد بالكوارث الإنسانية الغذائية والطبية، وإن إنقاذ اليمن وأبنائه من هذا المصير يتطلب حتما العمل على رفع يد الحوثيين عن الحديدة ومينائها وبقية المدن اليمنية، وبذلك يمكن أن يرتفع معدل إيصال المساعدات الإنسانية ولا تعود عرضة للنهب والسرقة والتلاعب من قبل الحوثيين. نشد معالي سفير المملكة مجلس الأمن كي يعبر عن رفضه للسلوك غير المسؤول لنظام طهران وتدخلاته المستمرة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإثارتها للفتنة وبث روح الطائفية. قولوا لإيران كفى، قولوا لإيران كفى حتى لا تتنامى جذوة الإرهاب والعنف في المنطقة، ولكي تنعم الشعوب الإيرانية والشعب العربي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بالأمن والسلم والاستقرار. تقف المملكة مجددا بوجه الاعتداءات التي تطال الشعب العربي من فلسطين إلى سوريا واليمن، وتؤكد مجددا من المحافل الدولية رفضها للغطرسة الإسرائيلية والإيرانية على حد سواء، والتي تعد أكبر عائق في طريق السلام والاستقرار في المنطقة. حسين إبراهيم للإخبارية من داخل مقر الأمم المتحدة نيويورك.